وصلنا للعراق. راح نشرح لكم اذا انت كنت محتاج زواج وبالمانيا وما تعرف شلون تتزوج وشنو الطريقه واذا زوجتك مرفوضه او مو مرفوضه، راح نشرح لكم بهذا الفيديو. اللي بعد اليوم ما اقدر اتزوج، انت تقدر تتزوج؟ ماكو شيء اسمه حجه او ظروف، هاي الحجه والظروف ابد شيلوها. ما طول القنصليه موجوده، ما طول تعاملهم هذا الجاي والمواطنين تقدر تتزوج وانت بالمانيا. اصدقائنا قبل ما نكمل وياكم هذا الفيديو، هذا الفيديو برعايه شركه ترانسفير جالكسي لتحويل الاموال. واحده من افضل شركات التحويل الاموال، شلون تقدر تستفاد من عندها؟ راح نحكي لكم شلون راح نستفاد من هاي الشركه. طبعا بما انه انت موجود باوروبا تقدر تحول فلوس لجميع انحاء العراق، مو بس العراق، اكثر من 20 دوله في اسيا. بما انه احنا بالصف راح تستفادون هواي من هذا الشيء وبدون رسوم، راح تحولون فلوس ومن دون رسوم اذا استخدمت هذا الكود. وهذا الصيف اكيد اكو هواية عراقيين راح يسافرون للعراق. وش يقدرون يسوون؟ تقدر تحول فلوس مو بس الاشخاص، تقدر تحول لنفسك. اذا انت بالعراق تقدر تحول فلوس من الحساب مالتك الالماني الى نفسك بالعراق وتقدر تستخدمهن فلوسك بالعراق. هذا اسهل شيء ممكن تسوي ويا شركه ترانسفير جالكسي. واكثر الناس قاعد تسالني بالتعليقات شلون نشترك ويا ترانسفير جالكسي. الموضوع كله سهل، هو برنامج تحويل الاموال، تقدر تحول من الكونتو الخاص الى كل انحاء العراق، مو بس العراق، قلنا اكثر من دوله. واذا عندكم اي استفسار عن شركه ترانسفير جالكسي موجود رقم الخدمه، تقدرون تتصلون وياهم بكل اللغات، الانجليزي، الالماني، وكذلك العربي والكردي. فانصحكم انه تستغلون الفرصه، وخاصه احنا بالصيف ويا شركه ترانسفير جالكسي لتحويل الاموال. هلا اصدقائي، شنو وين وجهنا؟ صباح الخير بتوقيتنا. يابا شلونكم، اخباركم، اشتاقنا لكم، رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. اول مره راح اليوم نستخدم قطار انا وهيفاء. اول مره من صار لنا سنتين وشوي انا وحسين. تعرفون ليش؟ اول مره انا ليش؟ يعني نطلع قطار. ليش؟ لان صار القطار ب 9 يورو تفتر المانيا كلها. اوكي، يعني زين، يعني ما يقارب 15000 دينار عراقي. خليني اشرح لهم بالتفصيل، هذا 9 يورو سعر التيكت نفتر المانيا كليتها. فانا وحسين عدى شغله معامله بفرانكفورت، قال لي روح سيارة، قلت له لا لازم نستغل الفرصه. اليوم راح نعوف السياره اول يوم، وراح نروح وين عندنا معاملات، راح نقول لكم هاي المعاملات شنو بعد ما نكملهن بالسفاره العراقيه. فمعاملات كلش مهمه، اكيد راح تستفادون من عندنا. فسوي لايك وخلينا نبدي يلا. وقبل لا نبدي، هاي لا اول طلعه ولا ثانيه طلعه، حنطلع منا ورايح منا ثلاث اشهر كلها مواصلات. كلها مواصلات. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. نزلنا يا هاي المحطة مال القطار. من هنا راح نحول على قطار نصعد بي الى مدينة فرانكفورت. يلا هيفا وين على البرنامج؟ يلا هيفا قاعد تشيك ان القطار فوق يجي. قبل كل شيء ايش راح نسوي؟ نروح ناكل هاي المعجنات الطيبة، بعد ما ناكل نطلع نكمل طريقنا. AM and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up. يلا هني جانا القطار وين الى فرانكفورت. باقي الجماعة حاضرين. اولي ماكو باسكل. ما يساعدون باسكل. لو سمحتوا من الممكن ما يساعدون باسكل. باسكل تلبيه مو هنا. نحطه هناك.
فرانكفورت. طبعا فرانكفورت واحد من اجمل المحطات بالمانيا، من اجمل المدن همينة. وهاي المحطه اللي قاعد تشوفوها هسه ممكن تربطنا بجميع دول اوروبا. اوكي، محطه ما شاء الله قطارات توصلك اي مكان تريد. هسه قاعد تمشى بالمدينه. طبعا السفاره اول ما حنسوي حنروح للسفاره العراقيه اللي هي قريبه على محطه القطار. شوفوا هذا الشيء قد حلو هنا. هذا الباص ممكن تشوف مدينه فرانكفورت من هذا الباص، يعني باص سياحي، وممكن تاجره وتطلع تشوف المدينه كامله. خلينا نروح نشوف السفاره يابا، ونشوف تعامل السفاره ويا المواطنين العراقيين. يا مواطنه انت، بس شوفوا له هاي البنايه. الله، قاعد تشوفون، قاعد تشوفون العلو، حتى طياره ممكن تحط عليها، شيء رهيب. فرانكفورت والله كل شيء بيها قاعد تشوفوها. طبعا فرانكفورت بيها يعني اكثر مدينه المانيه بيها بنايات عاليه، فهي مدينه فرانكفورت. وصلنا للعراق. طبعا هنا من توصل تحس نفسك وين واصل، واصل للعراق. هذا العالم الجميل وهاي السفارة. هسه راح نروح نطب نكمل معاملة، ومنطلع راح نقول لكم شنو المعاملة. يا بس شنو عندنا؟ شنو عندنا؟ قاعد نسوي عقد الزواج. هسه راح نطلع نشرح لكم عن عقد الزواج بألمانيا. يعني سيارة تحسين أغنى مني. هاي كتبنا المتأخر المتقدم قاعد تعارك علي أنا هيفاء. أقول خليني أزود شوي ما يقبل. لا يا بس هسه راح نشرح لكم شلون تقدر تتزوج بألمانيا وتصدق الزواج بالعراق. راح يتوافق بالهيفاء. أصدقائنا، وأخيرا كملنا معاملاتنا. قانونا وشرعا بعد شنو؟ بعد ما حجيب قانونا مسحناها البصمة. والحمد لله والشكر اليوم كملنا ممكن أصعب شيء بألمانيا. اليوم إحنا راح نكون إن شاء الله بعد اليوم، يعني بعد ما كملنا المعاملة راح نعتبر إحنا وهيفاء متزوجين رسميا بالعراق. حبي هالصعبان من إحنا ما متزوجين، إحنا متزوجين كشيخ وك. لا متزوجين، يعني ما متزوجين بألمانيا. نظامي على سنة الله ورسوله. إيه بس شنو؟ بس هنا الإجراءات مع الألمانية كلش صعبان. راح نشرح لكم اذا انت كنت محتاج زواج وبالمانيا وما تعرف شلون تتزوج وشنو الطريقه، واذا زوجتك مرفوضه او مو مرفوضه، راح نشرح لكم بهذا الفيديو. خلينا نمشي وبعدين راح نشرح لكم شنو راح يصير. اكيد راح نكمل الفلوج هسه، راح ناكل وهاي السوالف. اول شيء راح ناكل وبعدين نسولف لكم لين جعنا بالبيت، نقعد ونسولف على رواق. راح نسولف هذا الموضوع بالبيت. اذا كنت مهتم ابقى بهذا الفيديو وراح نحكي كل اللي صار ويانا بالسفاره. اللي تحتاجه راح تلقاه بهذا الفيديو. وهسه وصلنا غير المحطة، وندور هسه على شنو؟ ندور على أكل. طبعا هاي اللي قاعد تشوفوها هاي كلها جوا القاع، يعني هاي القطارات وهاي الأسبان موجودات كل وين؟ جوا القاع. جوا القاع. أحلى شيء اليوم شنو؟ اليوم إنه نفتر كل القطارات الباصات شنو؟ السيارة فقط. شهر كامل توقع. يعني حسين 9 ماني 9، 7 و2 و2 و9. ابد بعد ما صعب. الله الله الله، شوفوا لي الوجبه وشوفوا لي الترتيب، والله اشديهم كلش حلوه. ها مو بس حلوه، شكلها يعني مبين مرتبنا. بديت اتجنن. يلا هيفاء ضبط انا رايش بسرعه. وهاي فلافل. فلافل. هاي والد فلافل وهاي كذلك قص. يلا. وهسه احنا بما انه جايين فرانكفورت لازم نسوي جوله بالاسواق. اوكي، ما نطلع من هاي المدينه اذا ما نشوف الاسواق هاي. قاعد تشوفون هسه احنا موجودين بماركت، بري ماركت يعني. يا بشترينا كم شغله من هنا، وهي فاشله نعال اولي شو قلنا؟ رجلين بعد ما نقع مشعلين. راح طق سم الحياه طق. الله شوفوا هاي النافوره. طبعا فرانكفورت كلش حلوه. سبحنا حبيبتي، اقعدي اقعدي هنا. بس شوفوا القعده هاي هنا، شوفوا النافوره الحلوه. شوي نستراح نستراح ونكمل الطريق. يلا خلينا نرجع البيت لان تعبنا وتكسرنا، ونروح نشرح لكم عن اللي صار ويانا وشلون نتزوج من المانيا وبالسفاره العراقيه. يلا
ممكن نصور، ممكن اروح استشف، ممكن نصور، ممكن نموت، ممكن اروح اجيب على الطارق. لا ان شاء الله نكمل الفيديو ونور ثاني عاجبين حبايبي. طبعا رجعنا للبيت وبدلنا مثل ما تشوفون واستراحينا ورجعنا يوم جديد. فحبايبي راح نحكي لكم شنو الاجراءات اللي مشينا بها، وهواية عالم تعاني من هاي المشكلة هي ما الزواج، واحنا من الناس اللي كنا نعاني من عندها. طبعا راح اقولين شو متزوجين وما ادري شنو، هواية عالم راح تحكي بهذا الشيء. اول شيء احنا مو بلد عربي، وهواية صعوبات اللي عايشين بالمانيا يعرفون بهذا الشيء. احنا كان زواجنا على سنة الله ورسوله الشيخ وسيد وكل شيء تمام، وهنا المشكلة كان عندنا بالاوراق. كان عندي اني اوراق من اوراق ومستمسكاتي ناقصه، وصادفنا زمن كورونا حسين، واكثر شخص تعذب بهاي الشغله حسين. اكثر شخص تعذبت واني. اصدقائنا قبل ما نبدي حابين نشكر القنصليه العراقيه على التعامل ويا كل المواطنين وتعاملهم طيب، من القنصل لحد اخر موظف بالقنصليه العراقيه. تعاملهم ويا المواطنين كان كلش جيد، وسرعة المعاملات يعني بصمة الجواز. كنا نتوقع كنا أشهر حتى ناخذ سرعة على البصمة، هسه لا، المواطن يقدر يروح يبصم وبنفس اليوم. فالموضوع كلش تغير بالقنصلية العراقية، وهذا يدل على الشغل التمام بالقنصلية العراقية. فنشكرهم، واليوم حاب أشرح لكم على موضوع الزواج. إذا أنت مستعد أن تسمع هذا الكلام ابقوا يعني بهذا الفيديو، وخصوصا الناس اللي عايشين بالمانيا صدقوني راح تستفادون استفاده مو طبيعيه. اليوم حشرح لكم شلون تتزوج وانت بالمانيا، شلون تتورط، شلون تتورط وانت بالمانيا عن طريق القنصليه العراقيه. ورطه. اوكي، فاليوم راح اشرح لكم شلون تتورطون، تمام يعني. فالموضوع اول خطوه بالورطه. اول خطوه، احنا وهيفاء احنا متزوجين زواج اسلامي، ما قدرنا نثبته بالمانيا لان الموضوع يريد اوراق من العراق والموضوع طويل. اوكي، صح. فما قدرنا بالدنمارك، همينا ودنا نروح بالدنمارك وما صارت لان اوراق هيفاء ناقصه، فالموضوع كلش معقد. فاحنا سوينا الزواج الشيخ ونظامي والاهل والمهر كل نظامي، بس ما قدرنا نثبته. هسه من جاينا طفل لازم نثبت الزواج مالتنا. فشنو الطريقه اللي تقدر تثبت بها زواجك عن طريق القنصليه العراقيه؟ الموضوع كلش سهل. اول شيء، اول شغله للورطه، ونقول هي لازم تكون وياك مستمسكات عراقيه مثل شهاده الجنسيه والهويه. زين، اذا كان البنيه اثنيناتكم، البنيه هنا والشاب هنا وما لي شغله، مرفوضين او ما مرفوضين، هذا الموضوع ما يهم. تقدر تسوي وكاله الشخص بالعراق. اوكي، انا لازم اسوي وكاله الشخص، وهيفاء لازم تسوي وكاله الشخص، يعني حيسوون اثنين. اوكي، هذول الاثنين راح يمشون باجراءات الزواج من العراق، من المحكمه. هاي الوكاله هي وكاله خاصه بالزواج. هاي الوكاله وياها شهاده حياه، انت تقدم هاي الاوراق من القنصليه العراقيه. بس تروح للقنصليه العراقيه، ما شاء الله هسه الايام الجايه كلكم تروحون على القنصليه العراقيه وكلكم تتزوجون. فالموضوع صار بسهوله، تقدر تسوي هاي الوكاله وشهاده الحياه، بالاضافه الى عندك 3 صور للوكيل و4 صور للموكل، هو انت 4 صور، وجنسيتك وشهاده جنسيه استنساخ، حتى لو تستنساخ مو شرط اصليه تكون موجوده، وتسويها. وهاي الوكاله وين تدزها؟ تدزها للعراق للوكيل، وهذا الوكيل، هذول 2 وكلاء راح يمشون، لان هاي الوكاله خاصه بالزواج، راح يمشون بالزواج مالتك منين؟ عن طريق المحكمه. وين كنت انت؟ محكمه الكرخ بغداد، محكمه النجف، كربلاء، الانبار. فالموضوع كلش سهل. انت بعد اليوم لا تقول لي ماكو زواج وما تقدر تتزوج، وانا من الناس كنت ما اعرف هذا الشيء. الحمد لله والشكر عرفناه من القنصليه العراقيه، ومشكورين على يعني المعلومات اللي تعطوك اياها بسهوله، التعامل الطيب ويا الكل، ياخذون ينطون يساعدون زين. واي شيء ناقص عليك انه يساعدوك ينطوك معلومات على مود تكمل بها مثل ما صار ويانا يعني. واحنا سوينا هاي الاجراءات بكل سهوله وما شفنا صعوبات، وراح نتزوج. واخيرا احنا كنا ما متزوجين، هذا يرضى لكم. احسن زعبان ومصدق ما متزوجين، احسن صدقون. لا احنا رسميا ما مثبت زواجنا بالمانيا، الحمد لله والشكر راح يثبت زواجنا. واكثر الناس اللي مرفوضين واللي ما يقدرون يروحون العراق ولا يقدر يروح
الغير بلدان صحيح. يقدر يسوي هذا الزواج عن طريق القنصليه العراقيه او عن طريق السفاره، مجرد ما تقول له وكاله خاصه بالزواج، وكاله خاصه بالزواج. بعد اليوم ان شاء الله مشاكلكم كل انحلت بالسفاره، واي سؤال تقدرون تسالونه اياه اسئلوه بالتعليقات راح نجاوبكم عليه ايش قد نعرف احنا، وراح نخليكم رابط الفيسبوك للقنصليه، تقدرون اي استفسار كذلك تواصلون اياهم، واحنا قاعد ننقل بس الشيء اللي صار ويانا. الشيء اللي صار ويانا هو شيء ان شاء الله راح يكون خير وايجابي، وبعد اليوم ماكو اي معاناه، والطفل اهم شيء راح يجي وعنده جواز عراقي، وان شاء الله واقله المانيه، وهذا بحث اخر أكيد. بس هو يحتاج الجواز العراقي، وهاي الخطوه الزواج بما انه احنا حنثبت الزواج راح يكون الطفل راح يكون كل شيء سهل، كل شيء سهل عليه. فاحنا دزينا الاوراق فاحنا تزوجنا انا وهيفاء، تزوجتك نفسي يا حسين تمام، تزوجنا من جديد بالقنصليه العراقيه. حسين ما يفوت المحبس، هيفاء سمنانه. وبالنسبة للبصمة مال جوازات، طبعا حسين واهل حسين همين راحوا بنفس اليوم بصموا وسووا الاجراءات مال جواز وخلصت بكل سهولة، بس انتو لازم شنو تروحون من وقت تمام، يعني احنا رحنا من وقت ومشينا نظامي وبصم حسين واهله وسوينا عقد مال الزواج مالتنا، هذا كليته بكل سهولة كله خلصناه وكله وبيوم واحد. يعني من اليوم لا تقول لي بعد عندك مشاكل، والقنصلية مسوية اشياء مثل كل دائرة حكومية ألمانية، فممكن انت بنفس اليوم تكمل البصمة وتنتظر الجواز مالتك. فحبايبي حبينا نفيدكم بهاي المعلومات، واتمنى من الجميع انه يستفاد، واللي ما متزوج ربي يتمم له على خير ويلقى بنت الحلال، ومثل حالتنا همينا روح وامشي بالاجراءات هي كلها سهله. واصدقائنا مشكورين للمتابعه، ومثل ما وصلناكم اي شيء اي استفسار اسالونا هنا راح نجاوبكم، ولا تقول لي بعد اليوم ما اقدر اتزوج، انت تقدر تتزوج، ماكو شيء اسمه حجه او ظروف، هاي الحجه والظروف ابد شيلوها، ما طول القنصليه موجوده، ما طول تعاملهم هذا الجاي والمواطنين، تقدر تتزوج وانت بالمانيا بعد اشتغل عني. فحبايبي حبينا نعطيكم هاي المعلومات، وصلنا وياكم نهايه الفيديو، اتمنى من عندكم اللايك والاشتراك والتعليقات الحلوه، من عندكم اللي ما عنده تعليق حلو اتمنى يحتفظ بي. فحبايبي نشوفكم فيديو جديد وفيديوهات احلى من هاي. باي باي.